يا صباح الفل والحلاوة والعظمة وكل حاجة حلوة. طبعا انتوا عارفين ان النهاردة فرح البطل بتاعنا، وانا عايزة اقول لكم ان سناء مالك هي مستخبية جاية تعمل لي عظمة النهاردة. جميل يا رب، جميل هنعمل لوك جامد، جامد هنكسر الدنيا. أوي أوي. استنوا بقى اللوك اللي سناء هتعمله، هي شاطرة جدا 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 بجد، وانسانة جميلة جدا وذوق جدا بجد، انا بحبها قوي حبيبة قلبي. استنوا بقى اللوك اللي هي هتعمله، هي هتبهركم. استنوا تابعوا الاستوري عشان تتفرجوا وتشوفوا العظمة اللي بتحصل هنا. بصوا بقى، يعني هي ميك اب ارتست اصلا وملهاش علاقه بالضوافر خالص، لا وبتظبط لي ضفري، وقالت لي لا لازم اعمل لك فيه كده ديزاين مختلف، يعني اللي هو ايه الحلاوه والشياكه دي، ايه الطعامه دي. والله صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. انا مبسوطه قوي يا جماعه، بجد انا مبسوطه بجد. النهارده فرح خالي محمد، انا مش مصدقه، فرحانه قوي. عايزه اقول له ربنا، يعني الف مبروك يا خالي، وربنا يتم فرحتك دي على خير، ويا رب كده تعيش مبسوط وسعيد انت وآلاء روح قلبي بجد. يعني انا فرحانه مش مصدقه بجد يا جماعه. واستنوا النهارده يوم عظمه، يعني عايزه اقول لخالي ربنا يرزق الذريه الصالحه يا رب كده ان شاء الله، ويعيش مبسوط وسعيد يتبقى كل من جاي من حياته هو وآلاء، واشوفهم كده يا رب مبسوطين كده وانا فرحانه. واستنونا بقى النهارده عشان هتشوفوا حاجات والنعمه جامده جدا جدا جدا، كل اللي جاي ضرب نار، وانا مبسوطه، انا بجد مبسوطه. استنونا بقى. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.